في منطقة الخليج تكتسب بعض السيارات شهرة خاصة، حيث يرتبط اسمها بعمق هنا، لدرجة أن بعض الطرازات لا تعترض إلا أو لا تعرض إلا في سوق أو أسواق الخليج. اليوم نرى إطلاقا مميزا لسيارة جديدة ليست مجرد طراز عادي، بل رائدة في مبيعاتها، تنطلق من الشرق الأوسط. والحديث هنا عن أول إطلاق عالمي للطراز الجديد كليا، نيسان باترول 2025 بالعديد من التحديثات. انضم إلينا في الاستوديو عبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط ونيسان العربية السعودية. يسعد صباحك عبد الإله، لو سهل بك. يعني خلينا نتكلم على لماذا تم اختيار منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد منطقة الخليج لاستضافة العرض العالمي الأول لنيسان باترول. شكرا على استضافتك ريم. مثل ما بنعرف نيسان باترول له إرث عريق بالمنطقة. السيارة تم طرحها لأول مرة سنة 1951 باليابان، يعني نحكي أكثر من 73 سنة، وإجت على منطقة الخليج بعد بكم سنة، يعني نحكي أكثر من 70 سنة موجودة بمنطقة الخليج. وكان البلد الأول اللي هو وكالة كان عنده خارج منطقة اليابان كان دولة الكويت، وقدرت أثبتت السيارة قدراتها بالمنطقة وصار جزء من الإرث تبع نيسان بمنطقة الخليج. نحن بنيسان بنقول إن نيسان it's a culture الباترول، ما بنقول إنه هي سيارة، يعني هي أكثر ثقافة، صارت جزء لا يتجزأ من ثقافة الخليج، وهذا شرف إلنا إنه سيارة يكون طرحة لأول مرة، الطرح العالمي كان من منطقة الخليج تحديدا من أبو ظبي. نعم، الآن لما نقول الجديدة كليا، جيل جديد كامل، ما الجديد في هذا الجيل؟ نيسان باترول مثل ما حكينا هيدا الجيل السابع لنيسان باترول، تم طرحها كل جيل كان عم بيكون حوالي 7 سنوات ل 8 سنوات، اليوم الجيل الجديد هو الجيل اللي اكثر تقنيه عن الاجيال السابقه. سياره خلت الدي ان اي اللي هي معروفة فيها نيسان باترول المنطقة بحكم الصعوبات للطرقات والتضاريس خاصة الصحراء، فتم كتير تجارب عليها لتكون تخلي الدي ان اي اللي هي تكون عندك كل الكابابيلتيز نيسان باترول، كم تطويرها أكثر ليكون فيها بريميوم، يكون فخمة أكثر من ناحية التقنيات، ويقدر الكاستمر تبعنا العميل تبعنا يحس بكل الرفاهية والثبات والأمان الموجود مش موجود بأي سيارة تانية بنفس الفئة. مظبوط. طيب خلينا كمان نشوف حفلة الإطلاق الذي تضمن أيضا عروضا موسيقية وفنية جميلة، نتابع جزء منها. جميل هذا العرض بالفعل. هذا العرض كان في أبو ظبي؟ هذا العرض كان بأبو ظبي، كان الإطلاق العالمي لنيسان باترول، وتم بحضور كثير من الشخصيات العالمية وعشاق هذه السيارة أيضا. أكيد أكيد. والإكزيكتيف سينيور يعني السي او تبع نيسان كان موجود معنا من اليابان، وكثير من الإدارة العليا لنيسان كانت موجودة، وكثير من العشاق تبع نيسان باترول، كان عندنا أكثر من 800 شخص موجودين بهذا الحفل تم إطلاقه. وهلا نحن الخبر الثاني اللي ممكن أعلن عنه إنه حيكون في حفل ثاني
عالمي كمان بس حيكون بالمملكة العربية السعودية هو لتجربة السيارة. واخترنا المملكة العربية السعودية تحديدا لأن أول شيء هي الماركت أو السوق الأكبر لنا بالمنطقة، ثاني شيء بحكم تضاريسها المتنوعة فاخترنا منطقة معينة فيها واللي حيكون فيها صحفيين عالميين حيجوا يغطوا. نحن عم نتشارك هلا مع كثير دوائر حكومية بالمملكة لنتعاون سوا كيف نقدر بس نفرجي تضاريس المملكة وقدرات السيارة، بس نقدر ندمج موضوع السيارة كيف تقدر تسوق بكل هيدي التضاريس الموجودة الصعبة. في أي منطقة رح تكون في السعودية؟ حتكون بالبحر الأحمر. جميل جدا. أول مرة حيكون في تجارب بهيدا المستوى عالمي، حيكون مثل ما حكينا في صحفيين عالميين حيغطوا هيدا حيكون حدث عالمي. لكن خلينا كمان نتكلم عن ما يميز باترول، استبدال محرك V8 بV6 لماذا؟ صحيح، طبعا نيسان كانت معروفة محرك V8 اللي هو عريق جدا. المهندسين اللي عندنا توجهوا للفي 6 توين تيربو اللي هو محرك اكثر كفاءه بالبنزين، عم نحكي 25% بنزين افضل، بالمقابل عم يعطينا عدد احصنه اكبر بكثير، يعني انتقلنا من 400 حصان ل 425 حصان، ونيوتن متر تورك عم نحكي 700 نيوتن متر تورك عزم اللي هو بخليه يكون اقوى والافضل بالصحراء. فهذا كان سبب التوجه للست سلندر تيربو. طبعا اولويه كالكفاءه، بس مع هذا الانجن حطينا لاول مره 9 سبيد اوتوماتيك ترانسميشن على هذه السياره اللي خلتها سياره مميزه جدا بفئتها، عندها قدرات كثير عاليه ما في اي سياره بتقدر تواجهها ان كان عم نحكي بالبر او كان على الاون رودز. جميل جدا. يمكن السؤال المهم واللي يهم متابعين ومحبين هذه السياره، متى سيتم تسليم باترول الجديده كليا لعملائها؟ شوف، الحجزات بلشت مع كل وكلائنا بالمنطقه، وعلاقتنا بالوكلاء عمرها اكثر من 50 ل 70 سنه. الحجزات بدأت والتسليم حيكون بأول شهر 11، يعني عم نحكي خلال شهر وشوي من اليوم، بس الحجزات بلشت وشفنا بآخر 48 ساعة كان عندنا أكثر من 4500 حجز بالمنطقة، وهيدا رقم قياسي بالنسبة لنيسان. نحن فخورين جدا وعلى ثقة كبيرة أنه هيدا السيارة حتكمل نجاحاتها بالشرق الأوسط اللي عملتها من أكثر من 70 سنة، والتزامنا تجاه المنطقة وتجاه عملائنا بالمنطقة، خصوصا في منطقة الخليج هي جزء مهم من الإرث والثقافة الخليجية. أشكرك جدا عبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء نيسان الشرق الأوسط ونيسان العربية السعودية، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا.